السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا بألف خير. أنا ما جايبة فسيخ من عند أم أحمد، طلبته وبصراحة جابت لي الفسيخ وجايبة لي حاجة بسم الله ما شاء الله. بس يا ريت رجاء من كل اللي عندي في الصفحة عندي، يا ريت ندعي لأم أحمد بالشفاء، ربنا يشفيها. أم أحمد يعني تعبانة وكده، فادعوا لها بالله عليك وربنا يشفيها. أم أحمد بتعمل كل شهر عرض، بتنزلكوا في سعر الفسيخ اكتر ما هو كمان سعره رخيص، بتنزلكوا في سعره كمان، عامله عروض حلوه قوي، وساعات بتوصل لعرض اليومين وثلاث ايام بتعمله كل شهر. فيا ريت تتابعوها، وهسيب لكم اللينك بتاعها، الصفحه بتاعتها على اليوتيوب، هسيبها لكم في صندوق الوصف. شوفوا بقى الفسيخ بتاع ام احمد، بصراحه انا بحبه جدا، وجايبه لي بصراحه بسم الله ما شاء الله فسيخ تحفه، حلو قوي، حاجة كده. بصوا الفسيخ هيطلع قدامكم، هتشوفوا الفسيخ عامل ازاي. بس يا ريت تدعوا لها، والنبي ام احمد محتاجة دعوة من كل حد بيحبها او عارف ام احمد، يدعي لها بجد من قلبه. تعالوا بقى اتفرجوا على جمال الفسيخ، بصوا بقى الفسيخ عامل ازاي، بصوا الفسيخ محمل ازاي وما شاء الله مليان لحم وماسك نفسه ودلع. احسن حاجة ان هو دلع، اللي بنجيبه من هنا عندنا في القاهرة بصراحة حادق، وبنجيبه غالي على الفاضي وحادق، وهم اصلا بيروحوا ياخدوا من هناك من عندهم الفسيخ ويقولك بقى ده فسيخ نبرو كده. فبصراحة الفسيخ بتاعهم لا يعلى عليه، هم بلد الفسيخ. وزي ما هي ما بتقول فعلا، يا حلاوتك يا احمد ويا جمالك يا احمد، ربنا يا رب يخلي لها اولادها ويديها الصحة يا رب. ست جدعة وست واقفة جنب عيالها، وربنا يا رب يديها الصحة ويحسن من بين ايديها. بصوا اللي شايفين الفسيخ جميل بصراحة، بسم الله ما شاء الله عليه. واسعارها بتبتدي من اول 60 و65 لغاية اغلى حاجة عندها 100 جنيه، وبتعمل عروض ب50 و65، منزلة في سعر الفسيخ بصراحة جامد. هي عندها اهم حاجة ان الناس كلها بصراحة تاكل. بص الفسيخ انا حاولت افتحه زي ما هي ما بتفتحه، بس يعني اهو برضو بتقولكوا يعني ليه طريقة فتح معينة، بحيث ان البطن ما تغمقش لون السمكة من جوه، عشان محدش يقول اصل السمك من جوه لا ده غامق، لا يبقى احنا فتحناه غلط، البطن بتاعته عملت عليه فلون الفسيخ غامق. انتوا هتشوفوا دلوقتي الفسيخ لونه احمر ازاي، حلو قوي بصراحة، وطعمه وريحته ما فيهوش ريحه وحشه ولا الكلام ده كله، وتغسلي ايديكي كانك ما والله ما اكلتي فسيخ. ويجيبوا من عندها وقولها ان انتوا تبع القناه، وهي بصراحه ست بتعزني جدا وانا بعزها قوي، وهتديكوا بصراحه الحاجه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، بتوصل في كل حته، بيجيلك في كل حته، بيجيلك في العتبه وفي رمسيس، ومصاريف الشحن 20 جنيه بس. وجيبي بقى الكمية اللي انت عاوزاها منها اطلبيها، وعندها السردين وعندها الرنجة وعندها كل حاجة. بصوا اللي الفسيخ، بصوا جماله عامل ازاي ولونه، وهي بتقول لكم ده ميك اب رباني، مفيش فسيخ عندنا هنا في القاهرة بالشكل ده، والطعم بتاعه مفيهوش، الملح بتاعه قليل مش حادق، ان انت حابه ان انت تاكلي الفسيخ، مش الفسيخه الحادقه اللي انت يعني تاكلي منها وما تبقيش عايزه، لا انت بتبقي عايزه ممكن كل يوم تبقي عايزه تاكلي فسيخ من حلاوته. بسم الله ما شاء الله، بصوا ملحم ازاي، يعني الفسيخه دي الواحده دي نص كيلو، بسم الله ما شاء الله عليه، يعني بصراحه طعمه كان جميل. ربنا يبارك لك يا ام احمد، ويا حلاوتك يا احمد، يا جمالك يا احمد، زي ما هي ما بتقول، الناس كلها بتحب الكلمه دي منها، وربنا يبارك لها يا رب.